السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المهندس إسلام همام من قناة Student Guide، والنهاردة هنشرح المحاضرة الثامنة من الـ NLP، وهي هتتكلم عن الـ Context Free Grammar. أوكي، طيب تعالوا نشوف مع بعض إزاي بنعمل الـ Parse Tree للـ Context Free Grammar by Probability. يعني الـ Parse Tree ممكن تتعمل بأكتر من يعني حاجة. احنا هنتكلم دلوقتي على probability. اوكي، فاحنا عندنا مثلا دي شوية جرامر، دي rules بتاعت الجرامر بتاعنا اللي هو CFG اللي هو context free grammar، ودي probability بتاعت كل rule فيهم. B تمثل probability. تمام، من الملاحظات ان اي non-terminal زي NB، non-terminal هما اللي capital، اما الترمينال بتبقى الحاجة النهائية او بتبقى small. يعني هنا الترمينال هي الاسماء، هنا ماري، ميندي، مارك، اند، دي كلها ترمينال. والنون ترمينال هي الكابيتال زي سي وزي ان بي. اي نون ترمينال بيبقى مجموع البروبابيليتيز بتاعته ايكوال 1. يعني الان بي مجموع البروبابيليتيز بتاعتها بتساوي 1، اللي هم 4 من 10، 1 من 10 ب 5 من 10 يعني، و2 من 10، 3 من 10 ب 5، و5 و5 1 صحيح، وهكذا. سيك منها ملهاش الا probability واحده، فهي بواحد صحيح. انا دلوقتي اداني شويه الرولز ديت، واداني السنتنس دي، وقال لي مثلها لي في بارس تري. تمام، طيب البارس تري بتاع الرول دي هي ambiguous، يعني اقدر اعمل اكتر من بارس تري لنفس السنتنس، فعشان كده بقت ambiguous. فاحنا هنشوف دلوقتي هنعمل الطرق المختلفه للبارس تري بتاعتها، ونشوف البروبابيليتي بتاع كل بارس تري. والمفروض ان البارس تري البروبابيليتي بتاعتها اعلى هي الافضل. تمام، ولو السنتنس دي طلعت امبيجوس، يعني ليها اكتر من شكل في البارس تري، ففي الحاله دي احنا بنجيب البروبابيليتي الكليه للاثنين مع بعض، وهي دي تبقى البروبابيليتي بتاع السنتنس ديت لو هو طالبها منك. اما لو هي مش امبيجوس، فاحنا هنجيب البروبابيليتي بتاع واحده بس، وهي دي تبقى البروبابيليتي بتاعتها، لان مفيش الا واحده بس بارس تري تقدر تطلعها يعني. طبعا هنا الاثنين بارس تري انتوا شايفينه هما مختلفين، بس مش مختلفين قوي. الفرق بس في الذراع، يعني هنا الذراع اليمين هو زي الذراع الشمال هنا، ولكن الذراع الشمال زي الذراع اليمين في الناحيه الثانيه. فالاختلاف بسيط، هو بس تغيير في الاماكن، ولكن ساعات بيبقى الاختلاف اكتر من كده، زي مثلا اللي تحت دي لنفس الجملة برضو، ولكن الاختلاف اختلاف كبير، مش بس في ترتيب الأماكن، لا ده كمان في الرولز المستخدمة مختلفة. طيب تعالوا هنا، هناك من اختلاف الأماكن بس، لكن الرولز المستخدمة هي نفسها. ففي الحالة دي تعالوا نشوف مع بعض، بس في الحالة دي هتطلع البروبابيليتي بتاع الاثنين زي بعض، فاحنا هنجمعهم مع بعض ونجيب البروبابيليتي الكلية تبقى هي البروبابيليتي بتاع السنتنس دي. طيب تعالى احنا نعرف الاول ازاي بنرسم البارس تري. احنا بنرسمها من فوق لتحت او من تحت لفوق، فتعالوا نشوف ازاي نرسمها من فوق لتحت اسهل. يعني دي شويه الرولز اللي عندنا اللي مكتوبه فوق اهي، فهو كاتبها لنا هنا في الجنب هنا. تمام، تعالوا مع بعض نكبر ونشوف. بصوا كده، اول حاجه انا عاوز اكتب جمله ماري اند ميندي اند مارك. ماري اند ميندي اند مارك اهي، ماري اند ميندي اند مارك. طيب انا اكتبها ازاي؟ اول حاجه دي رولز اللي عندي، فانا هبدا بالنون تيرمينال الاساسي، ال ان بي بيساوي ان بي سي ان بي. طيب ان بي ديت هي ناون فريز، هي جمله اسميه يعني. فهنقول الناون فريز ديت هناخد الرول الاولانيه نستخدمها، ونطلع منها الحاجات اللي هي بتساويها ان بي سي ان بي. طيب هناخد ان بي الاولانيه هنشوفها بتساوي ايه، بتساوي ماري. طيب كويس، احنا عايزين ماري في الاول، فهنحط ماري، فهنستخدم الرول الثانيه دي. طيب وبعدين السي بتساوي اند، بتساوي اند، خلاص نحط الاند على طول عشان احنا محتاجين الاند. طيب الان بي الثالثه احنا محتاجين كده ايه، ميندي اند مارك، فميندي اند مارك مش هينفع نطلعها على طول من ان بي ديت، فهناخد الرول الاولانيه تاني نحطها تحتها عشان تعمل لي كذا فرع تاني اللي هو ان بي سي اند ان بي. وبعد كده ناخد الان بي الاولانيه نحط لها ميندي اهي، والان بي والسي الثانيه نحط لها اند اللي هي ديت، والان بي الثالثه نحط لها مارك. طيب في الناحية الشمال أو في الناحية اليمين
ايه احنا استخدمنا نفس الطريقه، بس بدل ما نحط ماري على طول في الان بي ديت، لا خدنا الان بي دي وحطينا لها اول رول دي تانية، وبعد كده خدنا ماري من الان بي الاولانيه في الرول اللي احنا حطيناها، وحطينا السي باند والان بي التانيه بماندي، والسي باند تاني والان بي بمارك. يعني احنا عملنا نفس الموضوع ولكن مع اختلاف الاماكن. يعني احنا ممكن نستخدم اي رول في اي وقت، المهم نطلع في الاخر ايه الجمله زي ما هو عايزها. طيب في الحاله دي او في الحاله دي احنا عاوزين نحسب البروبابيليتي. عشان نحسب البروبابيليتي بنعمل حاجه بسيطه، بنشوف كل الرولز اللي احنا استخدمناها وناخد البروبابيليتي بتاع كل رول احنا استخدمناها ونضربهم في بعض، بس ده كل اللي احنا بنعمله. فاحنا استخدمنا الرول الاولانيه اللي هي دي اهي، اللي هي دي كلها تمام. فدي كلها بكام؟ ب 4 من 10 اهو، هنحط 4 من 10 ماشي. وبعدين استخدمناها تاني نفس الرول ديت، استخدمناها تاني اهي، فنحط 4 من 10 كمان اهي، 4 من 10 كمان. طيب وبعدين استخدمنا الرول بتاع ماري، فهنحط 1 من 10 اهي، حطينا 1 من 10. طيب استخدمنا الرول بتاع اند مرتين، فهنحط 1 صحيح مرتين، ادي 1 صحيح مرتين. واستخدمنا الرول بتاع مندي، فهنحط 2 من 10، ادي 2 من 10. واستخدمنا الرول بتاع مارك، فهنحط 3 مارك 1 من 10 و مارك 1 من 10، فهنحط احنا قلنا 1 من 10 هي مارك، لكن ماري ب 3 من 10، احنا قلنا في الاول ان ماري هي 1 من 10، لا ماري ب 3 من 10. فده بالظبط كل الرولز اللي احنا استخدمناهم والبروبابيلتي بتاع كل رول، وضربناهم في بعض طلعت لنا البروبابيلتي بتاع البارس تري. فطبعا اكمنهم امبيجوس، يعني اكمن السنتنس دي امبيجوس وطلعت اتنين بارس تري مختلفين، فاحنا هنجيب البروبابيلتي بتاع دي والبروبابيلتي بتاع دي، ولانهم هما الاتنين البروبابيلتي بتاعتهم زي بعض، فاحنا هناخد الرقم ده نجمعه على نفسه تاني على اساس ان دي بروبابيلتي ودي بروبابيلتي تانية يعني، لكن هما الاتنين متشابهين، فيساوي الرقم ده، يبقى هو ده البروبابيلتي الكلية بتاع السنتنس دي. طيب في حالة مثلا مثلا جملة زي دي، Can you book TWA flight؟ هي طلعت ambiguous برضو بعد شوية الرولز اللي هو كان مديها لي، هو كان مديها لي فوق هنا أظن، لا هو حتى مش مديها لي ماشي، هو هنا يعني ممكن تبقى شرح كده على طول. طيب أهي الرولز تحت تمام. فهو كان عاوز Can you book TWA flight؟ دي طبعا مختلفة عن دي تماما، فهنلاقي ان البروبابيلتي بتاع الاولانية 1.5 في 10 اس سالب 6، لكن البروبابيلتي بتاع التانية 1.7 من 10 في 10 اس سالب 6، فالبروبابيلتي مختلفة عن بعض. وطبعا التانية هتبقى افضل لان البروبابيلتي اكبر. دي احنا كده عرفنا البارس تري بتاع الكونتكست فري جرامر. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ما تنسوش تساعدوا بعض، لو حد كتب تعليق انا ما شفتوش، مش لازم، مش بشوف كل التعليقات دايما، فممكن لو حد يعرف الإجابة يجاوبه يرد عليه، إيه المشكلة؟ يلا سلام عليكم.